الصحة والجمال نجما في سماء الروعة والجمال. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. الجن هل يسكنون جسم الإنسان؟ هل يستطيعون السيطرة وإحكام قبضتهم عليه؟ هل يتسبب الجن في إيذاء الإنسان؟ وما هي وسائل العلاج النفسية لهذه الظاهرة؟ وما هي طرق العلاج بالقرآن؟ وكيف نفرق بين الدجالين والمعالجين بالقرآن؟ حقائق وأوهام للشيخ أحمد أبو عمار الراقي. حقائق وأوهام يأتيكم الثلاثاء 10:30 مساء. الآن حقائق وأوهام المس، السحر، الحسر، القرين. اللهم من كان منا مسحورا فأبطل سحره، اللهم أبطل سحر الجنون، اللهم أبطل سحر قلب العقول، اللهم أبطل سحر تفريق الأزواج، اللهم غارة النجوم ونامة العيون، وأنت حي قيوم. بسم الله الرحمن الرحيم. إجادة للإنتاج والنشر والتوزيع تقدم الرقية الشرعية بصوت الشيخ أحمد أبو عمار الراقي، المعالج بالقرآن الكريم والسنة النبوية. أخي الحبيب، اعلم أن الله حين ابتلاك بالمس والسحر والحسد ورضيت بقضاء الله وقدره، كان ذلك دلالة لحب الله ليطهرك ويمحصك من ذنوبك، ومؤشرا لمحاسبة نفسك، وليذكرك بحقيقة الدنيا الفانية فلا تتمادى فيها، وعليك الأخذ بالأسباب الشرعية لعلاجك. إلى كل من يطلب من الله الرجاء والشفاء، نقدم بين أيديكم الرقية الشرعية مع الدعاء التي وردت في القرآن الكريم، والتي علمها الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك بصوت الشيخ أحمد أبو عمار الراقي، المعالج بالقرآن الكريم والسنة النبوية. فكن سببا في مساعدة إخوانك ومساعدة الذين لا يجيدون القراءة والكتابة على العمل بهذه الرقية الشرعية، ولتكن لديكم العقيدة الراسخة بأن الله هو النافع وهو الضار وهو الشافي لكل شيء سبحانه. وهذه الرقية مجرد سبب، والله المستعان. للحصول على الرقية الشرعية والأدعية والتحصينات من الكتاب والسنة بصوت الشيخ أحمد أبو عمار الراقي، المعالج بالقرآن الكريم والسنة النبوية، يرجى الاتصال على 010-366-287 أو 010-366-289 أو 011-273-359 أو 011-274-359. إلهي هذا
ثناء الله في التنزيل غذاء الروح وخير. بسم الله. الحمد لله. الحمد لله الذي جعل كتابه شفاء ورحمة للمؤمنين، وصل اللهم على من أرسله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وأمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا سيدنا محمد بن عبد الله، وعلى أهله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيها الأحبة الكرام، أحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء معكم، وأشكر لكم متابعتكم وحرصكم، وأسأل الله جل في علاه أن ينفعني وإياكم، وأن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يثبتني وإياكم إلى الحق، وأن يستعملنا وإياكم إلى يحبه ويرضاه، آمين. أما بعد، فأحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة وموضوع جديد من برنامجكم الإسبوعي حقائق وأوهام. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحفظ ويبارك في هذه القناة وفي كل العاملين فيها من معدين ومخرجين ومصورين. سائل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا ويرزقكم الإخلاص في القول والعمل. في البداية أحب أتكلم أو أقول ما قلته أمس على قناة الحافظ، عشان اللي ما تابعنيش وما سمعش ما قيل في بداية الحلقة أمس على قناة الحافظ، كنت قلت امبارح إننا دايما كنا بنسمع كتير في المداخلات على قناتي الصحة والجمال وقناة الحافظ، إن كثير جدا بيتصلوا ويقولوا مش عارفين مثلا نوصل لك أو نروح لمعالج بالقرآن، لأن في طبعا الكثير يزعمون أنهم يعالجون بالقرآن. وبعد ما بنقول الفرق بين المعالج والدجال، كتير بنكتشف انهم كانوا بيروحوا لصحراء او دجاجله. وكتير كنا لما بنقول على برنامج علاجي، اللي يقول لي مثلا العطار ضحك عليا، وقبل كده اختي قالت لي مثلا ان عطار اداها زي ملوخيه ناشفه بدل من نبات البردقوش، لان الاثنين يشبهوا بعض جدا. واكيد في مش قادرين يجوا القاهره لاي معالج، او ما فيش حد في بلدهم طبعا الا من رحم رب. فان شاء الله ابشركم طبعا ان تم الحمد لله، يعني اي اخ او اي اخت مش هتقدر تروح لمعالج او المكان بعيد عليها، ممكن ان شاء الله الارقام اللي هتظهر حالا على الشاشه يتصلوا عليها ويقولوا الاعراض اللي بيمروا بيها، ويقولوها للاخت اللي بترد على الموبايل او التليفونات. ولو التليفون مشغول يا ريت نحاول تاني، لان الضغط كتير جدا على التليفون. فاي حد يتصل يقول الاعراض، وان شاء الله الاعراض ديت هتتعرض عليا. كل حاله قالت الاعراض بتاعتها، وكل واحد متصل الاعراض اللي قالها هتوصل لي، وان شاء الله هيتم بناء الاعراض اللي ان شاء الله قلتوها هنبعت لكم البرنامج العلاجي لغايه البيت عندك مهما كنت في اي محافظه. بس المهم الاعراض اللي انت هتقولها او اللي انت هتقوليها للاخت في التليفون، انا لازم اكون رحت للطبيب اولا، ومفيش اسباب طبيه ولا في سكر في ضغط نقول للاخت اللي هترد عليكم. وان شاء الله انا هشوف الاعراض دي، وان شاء الله المركز هيبعت لكم البرنامج العلاجي، ولكن كل واحد على حسب الاعراض بتاعته. ممكن واحد يسالني يعني البرنامج عباره عن ايه؟ البرنامج العلاجي لا يخرج من أي شيء بنستخدمه في مجال الرقية الشرعية، يعني مثلا عبارة عن عسل. طبعا أنا رديت لأن في ناس كتيرة جدا قالت إن العسل مش شفاء. فالمهم البرنامج عسل، جميع أنواع الزيوت، المسك الإنجليزي، بعض الخلطات أعشاب للشرب والاغتسال، استوانة الرقية الشرعية الخاصة بي وشريط أيضا معاها، والرقية الشرعية أيضا مكتوبة، وزعفران وبخور ومسك وحبة البركة وتمر المدينة وتلبينة. طبعا بيوصل لكم ورقة فيها الشرح بالتفصيل لكل شيء، وطبعا بالبرنامج أدعية وتحصينات مكتوبة
من الكتاب والسنة وتحصين الأولاد والبيت وبرنامج لتيسير الزواج أيضا. يعني الله يكون في عون الأخت، والله كان عليها كم من الاتصالات عشان موضوع برنامج تيسير الزواج. فللأمانة برنامج تيسير الزواج ما هو إلا أدعية من الكتاب والسنة، والأمر اجتهادي، ولكن ما فيش أخت عملته إلا ما ربك سبحانه وتعالى كرمها بالزواج. في اتصال معنا اسمحوا. طيب أمة الله، السلام عليكم. السلام عليكم. أنا آسف أمة الله، طولنا عليكي معلش. أيوة يا شيخ. تفضلي أمة الله. لا مش مشكلة. لو سمحت يا شيخ، الأعراض اللي حضرتك قلتها عن السحر كلها موجودة عندي. نعم. أنا وأختي. بس المشكلة دلوقتي أنا رحت عملت حجاب زي ما حضرتك بتقول، وعملت في نفس مناطق الحجامة اللي حضرتك قلت عليها. أخت لم ذكرها على الله أحد يعني، فهي ما شاء الله عليها يعني كويسة، وعملت لي في كتفين زي ما حضرتك قلت بالظبط يعني. تمام. بس المشكلة دلوقتي إن أنا بقالي حوالي سنة ونص أو سنتين بتعالج، كل ما أروح أطلع كمية سحر رهيبة أنا وإخواتي يعني. يعني إيه بطلع كمية سحر يا أمة الله؟ الدم بيطلع، يعني هي بتقول إن ده سحر. الدم ما بيبانش يا أمة الله. الدم كان عامل إزاي؟ الدم مراخي نازل بيفور يعني كده. مراخي بيفور كده. كان أسود تقيل عامل زي الكبدة السودة كده؟ أيوة اسود ومرغي، فدم لونه مش طبيعي اصلا يعني. تمام. اكتر موضع طلع دم فين يا امه الله؟ الكتفين. الكتفين والراس. انا عندي كنت بشتكي من صداع رهيب. تمام. في راسي صداع نصفي ونزل على عيني، ما كنتش بشوف بعيني كويس. طيب هو المفروض بعد الحجامه تعملي بقى برنامج علاجي ان شاء الله يجيب معاكي نتيجه فعاله على طول يعني ان شاء الله. بس في حاجه تانية حصلت يعني. اتفضلي. قبل رمضان بشهر اختي شافت رؤية ان في واحده، احنا لسه كنا بنين بيتنا قريب يعني. نعم. ان في واحده مش مسلمه يعني عملت حاجه ورمتها في اساس البيت من تحت. فاختي قامت من النوم يعني على اساس انها بتحكي المنام عادي يعني. فانا قلت للاخت، قالت لي احتمال الله اعلم ممكن يكون حد عمل لكم حاجه. بس المشكله ان انا كل اللي يجي لي طبعا بيحصل فركشه باي طريقه. تمام. ساعات انا ببقى موافقه وهو موافق وما بيحصلش عصيب عندي انا واختي. تمام. واخويا متجوز بقاله. هو ده الموضوع اللي هنتكلم عليه النهارده يا امه الله، موضوع سحر عدم توفيق الزواج ده ان شاء الله هنتكلم فيه دلوقتي. بس انصحك تجيبي ورقه وقلم عشان وقت الحلقه، وتكتبي كل اللي انا هقوله عشان موضوع تاثير الزواج، وربنا يرزقك ان شاء الله. جزاك الله خيرا. مين يا مولانا؟ نجلاء. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي يا نجلاء. ازيك يا شيخ؟ انا كنت اتصلت بحضرتك امبارح على قناه الحصر. نعم. فحضرتك قلت لها هتكلم عن الموضوع ده على قناه الصحه زمان. حاضر. فانا عايزه حضرتك بس التليفون، وعايزه حضرتك تدعي لي يعني في كل حاضر. ربنا يرزقك يا رب. حاضر يا نجلاء. وحضري ورقه وقلم بس يا نجلاء. جزاك الله خيرا. طيب انا كده مش هقول برنامج تاثير الزواج. طيب شيماء، السلام عليكم. شيماء، السلام عليكم. شيماء. اجل. اتفضلي يا شيماء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضلي. لو سمحت، انا كنت انا على الهوا دلوقتي. حضرتك على الهوا، اتفضلي. ماشي، بس الصوت واطي قوي للسمع. انا سامعك يا شيماء. بقول لحضرتك يا شيخ، انا يعني في بدايه حياتي، انا سني دلوقتي 30 سنة. نعم. وانا اول ما اتخطبت وخطبتي قعدت 15 يوم وما حصلش نصيب. نعم. رجعت اتخطبت تاني، وبعد ما انا جبت وكل حاجة والحاجة راحت البيت برضو ما حصلش نصيب، والتنجيد برضو رجع البيت تاني. طب بدون اسباب يا شيماء كل الكلام ده؟ نعم. بدون اسباب؟ والله العظيم بقى يحصل يعني، هو فعلا يعني حصل مشاكل، بس مش عارفه يعني بقى هو مش طايقني. الاولاني قال مش عارف، مش حاسس بقبول، انا مش يعني مش طايقها. التاني برضو بعد ما قعدت فتره لمده 6 شهور بيقول مش عارف، مش حاسس
بقبول مش طايقها بعد ما نجدنا والحاجة راحت البيت وكل حاجة، الحاجة رجعت برضو تاني. كان هي أخته قالت لي انت هتفضلي قاعدة ما فيش حتى هيقولك انت فين، ولا حد هيتقدم لك ولا حد هيقولك انت فين، وحاجتك هترجع تاني وهو هيتجوز وهيخلف وانت تفضلي قاعدة. رجعت بعدها فعلا الحاجة رجعت تاني وهو فعلا اتجوز وخلف وكل حاجة. رجعت بعدها تاني اتكتب كتابي برضو، كان في اخويا كان متزوج وكده وحصل مشاكل ما بينه وبين زوجته، وقالت انا مش هسيبها، يعني وصلنا الكلام انا مش هسيبها، انا لازم ان انا اعمل لها حاجة وكده ومش هيحصل نصيب. فعلا حصل مشاكل وكتب كتاب ما تمش. رجعت بعدها الجديد اللي بقى يحصل ان انا بعد كده بقى كل اللي يجي يشوفني احس زي ما يكون يعني شاف عفريتة قدامه. طب شيماء انت بتصلي يا شيماء؟ نعم. بتصلي؟ الحمد لله بصلي. رحت لحد قبل كده؟ نعم. رحت لحد قبل كده قرأ عليكي؟ والله انا كان في واحد يعني من المحافظة هو قرأ عليا بس ما اقتنعتش بيه لان طلب فلوس. فما اقتنعتش بيه. تمام. بس ده اللي انا يعني. طيب مجد. طب يا شيماء اسمعي الحلقه ان شاء الله، ان شاء الله هتفيدك باذن الله، وحضري بس ورقه وقلم عشان هقول برنامج يخص الامر دوت ان شاء الله يا شيماء. ربنا يرزقك يا شيماء يا رب. الحاجه ام هاني السلام عليكم. السلام عليكم. اتفضلي يا امي. وعليكم السلام. ازيك يا شيخ احمد؟ الحمد لله. اتفضلي يا امي. ازيك يا دكتور؟ ربنا يرضى عنك الحمد لله. انا طالبه عشان اشكرك. ربنا يحفظك يا رب. ربنا يبارك لي فيك واللي بتعمله يجعله في ميزان حسناتك. اللهم امين. اللهم امين. يبارك لنا فيك يا رب. امين. انا وانت يا ام يا رب. بقول لك ايه يا دكتور احمد؟ اتفضلي يا ام. انا معايا هاني ابني اليومين دول يعني حالته كده متعصبه كده. نعم. وبعدين يعني كل ما اكلمه كده ما بيستحملش كلام مني ابدا. وبيزعق لي وبكلمه على الجواز مش قابل ابدا يا دكتور احمد. تمام. هو بيصلي يا حاجه ولا لا؟ لا قطع. مصيبه. قطع والله. انا كل كلامي عليه انه بالصلاه. وحتى بكلم اخوه هشام الصغير لانه كان بيصلي برضه وقطع. فبقول له الصبح صلي يا هشام، اتخانق معايا وقال لي انت بتستنيش لما بنزل ليه وتكلميه على الصلاه. ربنا يحفظه لك يا رب يا امي. يا رب يبارك لك. حاضر يا امي. حاضر. ربنا يبارك فيك يا رب، جزاك الله خيرا. أم محمد السلام عليكم. أم محمد السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ أبو عمار؟ السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك؟ يا فضيلة الشيخ، أنا بقالي شهرين أتصل بيك عشان أتابع معاك، ما بتردش خالص، فاضطرينا نشوف واحد تاني من عندنا. حضرتك أم محمد بتاعت اسكندرية؟ أيوه أيوه. ازيك يا أمي عاملة إيه؟ فضيلة الشيخ الله يخليك والله في كرب الحمد لله والشكر لله، ابتلاء وهنصبر عليه الحمد لله. انا اتصلت بيك اكتر من مره بس اخر مره انت حضرتك كلمتيني على الهوا وقلت لي احنا هنجي لك، قلت لك مش شرط مش لازم يعني وكده، فقلت لي انا هجي لك فاكره؟ فحضرتك اللي ما جيتيش. بس الظروف ما سمحتش. اولا الحمد لله في سحر، طلع في سحر وفي وقف حال، الابن لا عارف يتجوز ولا عارف يشتغل. ولا عارف يشتغل. ورؤى بقى ما تقولش، شويه نعم. يلبس الجزمه يلاقي فيها فار، وشويه يلاقي غراب بيكلمه يعني مش طب الشيخ قال لك ايه يا ام محمد؟ احمد فانا خايفه. نعم. الشيخ وصلت معاه لايه؟ بتقول ايه يا دكتور فضل؟ الشيخ اللي حضرتك رحتي له. يعني انا جيت في الاخر كده هو قرب القران ومش عارفه ايه، بس الاسلوب غير، فحسيت ان هو مش بالقران قوي قوي، مع انه يعني. يعني ايه بقى قوي قوي؟ انت عارف يعني الواحد برضو يعني عمل ايه؟ يعني قعد اول ما شافه قعد يقرا قران، وبعدين قعد يقول للجن اسلم لكم دينكم ولي ديني، يعني ما وقعد يشربوا ميه كتير، وبعدين رجع فقال له بص كل ده السحر نزل منك، دي الاسره كلها. هو فعلا ابني يعني ما فيش جديد، بقى له فتره كبيره قاعد في البيت فعلا، كل ما يروح شغلة مقفلة نهائي. حاضر. رغم هو تقديره يعني مش هقول لك. طيب بصي يا امي عشان وقت الحلقه بس هستاذن حضرتك، لو كده استاذ محمود هيديك الرقم بتاعي في رقم تاني بتاعي،
كلميني بعد بعد الهوا على طول ان شاء الله. ماشي يا امي، جزاك الله خيرا. طيب مي، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معلش استاذ محمود، هتدري ام محمد بس الرقم، جزاك الله خيرا. مي اتفضلي. خلاص، السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي يا مي. مي اتفضلي. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله يا مي تمام. انا حالتي ان انا عندي نفس عاشق. نعم. واتخطبت قبل كده 3 مرات. رحت للشيوخ ومشيت مع شيخ كذا مره نزوره، دماغي كانت تلف معاه كده، فيقول لي ده حاجه شاذه وما بيحضرش، ان عليكي ما بيحضرش. فما بقيت نروح له ونقرا قران في البيت. تمام. فاللي ظهر بعد كده ان انا جسمي نمل وحصل فيه نبض فيه من تحت من مكان العفه والمؤخره ورا، وجسمي فيه سخونه رهيبه وتعبانه، وبيجي لي كوابيس وحشه بالليل وبيحصل. بتصلي يا مي ولا؟ والله العظيم بصلي بقى القران كمان. ربنا يثبتك يا رب. حاضر يا مي. الحاله دي تعبانه جدا، وكمان الشيخ اللي انا كلمته بيقول لي ده انت محتاجه جلسات كهرباء. لا ده كهربائي يا مي مش شيخ. ايه؟ ده كهربائي مش شيخ يا مي. ما تروحيلوش يا مي. ما روحش لا طبعا، لا طبعا، علاج بالقران مش بالكهرباء ولا بالضرب ولا بالكلام ده. هو الشيخ اللي قرا عليا قران كذا ما روحت زرته 7 مرات. قال لي انت الحاله بتاعتك شاذه ودماغك كانت بتروح وتيجي كده، كنت بروح. فانكهربك بقى، فانكهربك انت والجن. لا يا مي، ده كلام ما انزل الله به من سلطان. ام محمد السلام عليكم. ام محمد السلام عليكم. معانا استاذ محمود. السلام عليكم يا استاذ. اتفضلي يا ام محمد. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي يا امي. ايوه اتفضلي يا حاجه، انا سامعك، اتفضلي. ها؟ انا سامعك. سامعك سامعاني؟ سامعاني يا استاذ محمود ولا الصوت مش واصل؟ طيب معلش يا ام محمد، حاولي اتصال تاني. محمود، محمود. ايوه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ احمد؟ الله يرضى عنك. الله يخليك. والله يا شيخ احمد انا متجوز بقالي 5 سنين و استاذنك يا محمود بس تعلي صوتك بعد اذنك. بقول لحضرتك انا متجوز بقالي 5 سنين. تمام. يعني بيحصل لي حاجات غريبه. اولا انا ما خلفتش. في اسباب يا محمود؟ في حد صديق ليا كده برضو بص عليا وهو متدين. نعم. فبيقول لي ان في معاك واحده ومش واحده. انا بيحصل لي حاجات غريبه اوقات كتير، احب مثلا الاقي نفسي يعني سوري عايز مثلا ان انا اقوم بالعلاقه الزوجيه وابقى تمام، وفجاه اول لما اجي اقدم عليها. ايوه ايوه الموضوع انتهى. تمام تمام. ممكن احب قوي وانا قاعد مع نفسي، مش عارف حاجات كتير اجي اصلي ما اقدرش. بتصلي يا محمود؟ ما بتصليش؟ لا ما بحاول كتير. طيب لما الاخ بصلي بصلي بخشوع عالي جدا، لكن ما لما الاخ قرأ عليك قران يا محمود. نعم. لما الاخ قرأ عليك قران حسيت بايه؟ هو انا ما سمعتش قال ايه، هو غمض عينيه كده واداني حاجه في ايدي. هو اللي غمض عليها. ما اعرفش قال ايه. هو قال لي في واحدة وبتعشق فيك. لا واحدة واحدة محمود، واحدة واحدة. يعني هو دلوقتي قرأ عليك، قال لي غمض عينك وقرأ. قرأ بس ما سمعتش قال ايه. ازاي؟ القراءة ايه؟ بيتكلم في سره يعني؟ بيتكلم في سره؟ وقال لك على اسم الأم أو تاريخ الميلاد؟ لا لا لا، أنا هو قال لي غمض عينك، غمضت عيني. هتشوف دايرة كده. قلت له فعلا شايفها. لا يا محمود، هي الطريقة مش صح. هو جزاه الله خير وربنا يعلمنا ويعلمه، بس الطريقة مش صح. أنت عايز تشوف أنت فيك حاجة ولا لأ، بتسمع الرقية الشرعية بسماعة قبل ما تذهب إلى راقي. أسمع الرقية الشرعية الأول وأشوف الأعراض اللي أنا هحس بيها. لكن مسألة هيقول لك غمض عينك وهتشوف إيه، ما هو كده هو بيخاطب العقل، العقل الباطن، هو ممكن يصور لك كل الكلام ده. تمام. فده أنا بكلمك. أنا بحس بتنميل لما أجي أسمع أي مثلا قرآن، أجي أسمع الرقية. تمام. احس التنميل. ماشي يا محمود. ما هو دلوقتي بص يا حبيب قلبي، انا ممكن دلوقتي اقول لك على برنامج تمشي عليه. تمام. بس انا لما اقول لك البرنامج وانت ما بتصليش
البرنامج مش هيجيب معاك نتيجة، صح ولا لا؟ معايا محمود؟ اتصال انقطع؟ طيب شيماء السلام عليكم. السلام عليكم. اتفضلي يا شيماء. ايوه الشيخ احمد. ايوه معاكي. ممكن اكلم حضرتك؟ حضرتك بتكلميني. انا معايا بنتي يا شيخ احمد اتخطبت 3 مرات. يا امي. وكل ما تيجي تنوى يا شيخ احمد خلاص ويقول لك هتخش، ما اعرفش ايه اللي بيجرى لها، عادي يسيبها. هو بيسيبها؟ وديتها للشيوخ. طب بيسيبها بدون اسباب ولا في اسباب؟ هو كده مش عارفه قرينها ولا قرينه، مش قابلين بعض ولا ايه. هي راحت لحد يا امي ولا لا؟ رحت كتير. وقرأ عليها قرآن صح؟ بيقرأ عليها قرآن. طيب بتحس بأي أعراض هي بقى؟ بتحس دلوقتي والله يا شيخ، يا أستاذ يا شيخ أحمد، إن هي دلوقتي لسه معيطة يا مقايلة يا كفا. ليه؟ بتعيط ليه؟ تقول لي أنا والصلاة مش قادرة تصلي، هي بتصلي كانت أيام الليل وكله. ربنا يعافيها. طيب حضري ورقة وقلم. طيب يا أمي دلوقتي وهمدانة. طب حضري ورقة وقلم بس وأنا هقول لك تعملي إيه. طيب نكمل بسرعة، أنا ما دخلتش لسه في موضوع الحلقة. أكيد طبعا سمعتوا، اللي متابع الحلقات بتاعتي سمعتوا مداخلات كتيرة جدا دلت على ما أقول. زي ما قلنا يا جماعة، أي حد في الأعراض اللي أنا هذكرها إن شاء الله مش قادر يروح لشيخ، ممكن يتصل بالمركز والبرنامج يجيله إن شاء الله لغاية عنده. وبرضو في قضية اللي هي موضوع ال... طيب ناخد الاتصال ده. طيب محمد السلام عليكم. اتفضلي يا محمد. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. لو سمحت، يعني انا بين رؤيه وبين حقيقه كمان. كنت في وقت من الاوقات مع في وضع حميم مع زوجي كده، وببص له فبصيت لقيت نفسي عيني راحت غفلة، يعني في لحظة، أقل من لحظة غفلت كده، وشفت شكل تاني في وش جوزي. تمام، شكل وحش يعني. فبصيت لقيت ودانه، مع إن ودانه صغيرة وماسكة في يعني قريبة من راسه كده، ومش مفرتحة وطالعة لبرة كده. لقيتها طالعة لبرة وبتطلع لفوق كده. دي أول مرة تشوفيه بالشكل ده يا أمي؟ شعره كان خفيف، بصيت لقيت شعره بقى تقيل كده وعامل زي ما يكون فروة. وعينيه اتغيرت كده وده. أيوة. ما يكون بيبص لي. طيب. برضه بيضحك. حصل الثاني يا ام محمد؟ عينيه جاحظه. حصل الثاني ولا هي مره واحده؟ نعم. حصل الثاني ولا حصلت مره واحده بس؟ هي مره واحده اللي حصلت فيها الحكايه دي. ما حصلتش ثاني يعني؟ اقل من لحظه. تمام. فروحت انا بقى، رحت قلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فجوزي بيقول لي بتستعيذ بالله مني؟ قلت له لا، ده انا اصل كنت هروح في النوم. فروحت صاحية، يعني الموقف انتهى على كده. تمام. وانا متخوفة من الشكل اللي انا شفته ده. هو بيصلي الزوج ولا لا؟ نعم بيصلي. الزوج بيصلي؟ انا زوجي لا. وحضرتك؟ لا الزوج لا، يعني كان صلاته خفيفة كده. طب حاولي. أنا تعبت معاه ورحت بقى، سبته بقى للضمير والربنا، ومش هعمل مشاكل وهنفترق مع بعض عشان الموضوع ده. لا مش حكاية نفترق مع بعض، بس لازم الصلاة يا أمي. أيوة لازم، أول حاجة في حياتنا لازم الصلاة. ما هو ما كانش بيستجيب، يعني بيصلي بعض الأوقات كده ويسكت. نعم حاضر. لكن أنا ولله الحمد أنا مستقيمة يعني من. طيب أنا أطمنك، الحمد لله طالما ما حصلتش إلا مرة واحدة، يعني الموضوع إن شاء الله مش كبير يعني. المشكلة لو حصلت بتحصل بصفة مستمرة. جزاك الله خير. في حتى ناس محمود؟ طيب فاتن السلام عليكم. فاتن السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايوه دكتورة الشيخ احمد. ايوه فاتن معاك. شيخ احمد. ايوه فاتن اتفضلي. لو سمحت يا شيخ احمد، انا عندي 46 سنة ما حصلليش نصيب. ورحت انا شيوخ كتير قالوا لي ما في عندكيش حاجه. بس في فتره القصيره، الفتره اللي ديت يعني حاليا، رحت للشيخ قال لي انت عندك عمل، ومعمول لك عمل من زمان يعني.
تمام. بتصلي يا فاتن؟ فايه رأي حضرتك فيه؟ بتصلي يا فاتن ولا؟ ايوه اه طبعا، انا منتقبه نعم وحافظه قران ما شاء الله وملتزمه يعني الحمد لله وبصلي الحمد لله. طب لما بسمع قران يا فاتن بحس باي اعراض؟ لا لا يا فاتن. ماشي يا فاتن. طب هاتي ورقه وقلم يا فاتن واكتب اللي هقول لك عليه حالا. جزاك الله خيرا يا فاتن. محدش بقى يقول لي انت ما قلتش البرنامج بتاع تأثير الزواج. هند السلام عليكم. هند السلام عليكم. السلام عليكم. اتفضلي يا هند. ازيك يا دكتور احمد؟ الحمد لله. ازي حضرتك؟ الحمد لله طيب. بقول لحضرتك من شويه بقلب في التلفزيون لقيت قناه كده كاتبه ان في خاتم واحد يعني بتاع سحر وحاجات من دي، والخاتم ده بيخلص الناس من كل حاجه يعني رد المطلقه الخاتم ايه واللي ما اتجوزتش بيجوزها واصعب انواع المسك ده الخاتم يعني. السحري يعني ولا ايه يعني هو بيبيع الخاتم ده يعني ايه؟ الخاتم دوت ب 1000 جنيه ما شاء الله. طيب تشتري الخاتم اللي معاه ده يا هند؟ ب 1000 جنيه الخاتم. الخاتم اللي معاه ب 100 جنيه بس بيقول زائد مصاريف الشحن. طيب لا بص يا هند الكلام ده كلام فارغ اصلا. الكلام ده كلام فارغ. وبقول لك شيخ وشرك بالله. جزاك الله خير. زمان يا شيخ في طيب واحد قريبي كان عاوز يوديني للشيخ عشان يكهربني. عشان اخف بقى ويخلصوا مني خالص. لا الف لا باس عليك. لا الكلام ده غلط ما تسمعيش كلامهم. انا اتكلم. ايه رايك يعني بس؟ لا الكلام ده غلط. الكلام ده غلط. الشيخ اللي مش عارف حكايه الكهرباء، انتوا كهربتوني وانا قاعد. ده بيقول على الخاتم ده. لا الكلام ده اصلا الكلام ده اصلا حرام. فهمني العلاج بالقران لا بالكهرباء ولا بالضرب ولا بالكلام دوت. حاضر في اتصال تاني. طيب رضا السلام عليكم. رضا السلام عليكم. رضا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا رضا. نعم ايوه اتفضلي يا رضا معاكي. ايوه يا سمحه الشيخ انا ايوه سامعي. انا خطيبي انا مخطوبه طبعاً. مخطوبه وخطيبي يعني انا تعبانه اصلا تعبانه. وبعدين بيني وبين خطيبي ما باجي اكلمه او كده بشوفه مش كويس ولا هو بيشوفني كويس خالص. دايما لما اجي اصلي احس بخدل بحس باحلام مش حلوه مش كويسه. تمام. كوابيس بخنجه ان سمعت قران بحس بخنجه وهو كذلك. تمام. ما عادش بيجي خالص. تمام. ولا بدا يكلمني خالص. ده دايما يا رضا ولا احيانا؟ يقول لي الكلام ده دايما ولا احيانا؟ لا الكلام ده الفتره دي حصلت الفتره دي بس من اسبوعين. تمام ماشي يا رضا. هو دايما يشوفني مش حلوه خالص يقول انا بشوفه منظر وحش و يعني مره انا خفت منه شغلت القران وبعدين لقيت وشه اتغير خالص وعينه له منظرها وحشه. هو بيصلي يا رضا؟ خفت منه. بيصلي؟ ايه؟ بيصلي هو؟ كان ملتزم في الصلاه حلو وبيقرا قران وحلو. كان ولا مازال؟ ما عنديش مش فيه خالص. نعم؟ هو كان بيصلي ولا مازال الحمد لله بيصلي؟ لا هو بيصلي. طيب تمام تمام. بس هو بيشوف كوابيس جامده خالص. دايما انا جيت كلمته مره رجلي فضلت الشيخ جسمه خدل يقول انا معايا صداع جامد وواحد كلمني بس من صوته خالص. يعني حد اتكلم على لسانه؟ معايا يا رضا ولا الاتصال انقطع؟ انقطع يا استاذ محمود؟ انقطع الاتصال؟ طيب 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 بصوا يا جماعه احنا عايزين نعرف في شيء اسمه سحر تعطيل الزواج فعلا؟ يعني ممكن سحر يكون معمول سبب في عدم الزواج؟ ولو في سحر طب ايه الدليل؟ ولو جبنا الدليل ايه اعراضه؟ ايه اعراض سحر تعطيل الزواج وايه علاجه وازاي التقيه؟ بمعنى يعني هل من الممكن ان يتعمل سحر بعدم الزواج؟ يعني ممكن زي ما سمعتوا دلوقتي اختي يتعمل لها مثلا سحر وفعلا ما تتجوزش؟ فالموضوع ده انتوا سمعتوه طبعا كتير جدا من المداخلات من الساده المشاهدين بتخص الموضوع ده.
كنت مثلا كل ما اجي اتكلم عن الحسد الاقي اختي دخلت تقول لي بنتي مش بيجي لها عريس، اتكلم عن المس الاقي برضه اختي تقول لي مثلا اتكلم مثلا عن الموضوع دوت. فموضوع سحر عدم الزواج ثابت، ولازم طبعا نتكلم عن هذا الموضوع وهذا النوع من انواع السحر، وهل الموضوع ده موجود فعلا ولا خرافه، ولو في سحر عشان ما اتجوزتي طب اعرف ازاي، وايه العلاج وبما يكون العلاج. هذا النوع من انواع السحر لو ما فيش سحر، سحر لعدم الزواج برضه في حاجه غريبه، طب ازاي اعالجها؟ ما فيش حد بيتقدم اصلا ليا، طب هل في شيء اعمله عشان احل الموضوع ده؟ كل ده ان شاء الله انا هتكلم فيه حالا، وهقول في الاخر العلاج بتاعه عشان بس ما نطولش على حد. سعاد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الشيخ احمد ابو عمار. ايوه سعاد معاك. لو سمحت انا قال لي يعني شيخ جه وقال لي انت عندك مس في الرحم، وانا بقى لي 4 سنين متجوزه يعني ومفيش حل وكده. والشيخ قال لي يعني قرأ قرآن وكده وعلى وميه بالقرآن وكده، وقال هو ده اللي منع الحمل وكده. ماشي، هو لما قرأ عليكي بقى يا سعاد حسيتي بأي أعراض؟ لا. اه تمام. طب في أي أحلام مفزعة بتحلميها؟ لا يعني لا، أحلام العادية يعني، بس ما فيش أحلام. طب في يعني أسباب، في أسباب طبية لعدم الإنجاب؟ هو لغاية دلوقتي بتعالج عند 4 سنين رحت لكذا دكتور وعملت مناظير وحاجات كده. في أسباب؟ وما فيش سبب مقنع قاله لي دكتور، يعني مرة يقول لي تكيسات وتخسي، وكل شهر بروح أعمل متابعة تبويض بيقول لي تبويض كويس. سعاد مفيش حاجة اسمها، أنا مش محدش قال لي إيه السبب. ما انا مفيش حاجه اسمها مش مقتنع باللي هو بيقوله، او هو في سبب يعني في تكيسات فعلا؟ هو قال لي تكيسات ولازم تخسي وكده، بس طيب. كل شهر يا شيخ بيقول لي التبويض ممتاز، يعني هو كل شهر يقول لي التبويض ممتاز، وحصل حمل زي يعني السنه اللي فاتت زي الايام دي وكده وما حصلش نصيب، يعني قال لي النبض متوقف ونزل الدكتور نزل. طب بص يا سعاد، سيبي رقمك مع استاذ محمود دلوقتي، وهتصل انا ان شاء الله بيكي بعد الحلقه، هقول لك وصفه الموضوع ان شاء الله ربنا يجعلها سبب، عشان مش هينفع انا اقولها على الهوا. سيبي رقمك وانا هقول لك تعملي ايه. جزاك الله خيرا. طبعا سمعته كتير اللي تقول لك اصل واحده قريبتنا قالت لي لو ما اتجوزتيش ابني مش هتتجوزي، واللي تقول لي انا عريسي سابني وكان معاه صورتي ومن ساعتها كل ما يجي لي عريس يمشي. فلا بد ان نفرق بين هذا الأمر، لأن من الممكن أن يكون الموضوع عادي جدا. سحر يا جماعة تعطيل الزواج دوت يؤدي هذا النوع إلى عدم إتمام الزواج بين الرجل والمرأة، وذلك باتباع وسائل وطرق شيطانية زي مثلا إيه؟ عدم الرغبة، عدم رغبة المرأة في الرجل أو في الزواج أصلا مطلقا، المبدأ عندها بيبقى مرفوض. طيب مين أستاذ محمود؟ أستاذ محمود السلام عليكم. أستاذ محمود، طيب معلش أستاذ محمود حاول تاني. في اتصال تاني أستاذ محمود معاك؟ أيوه أستاذ محمود فضل حبيبي. أنا محمود اللي كنت بكلم حضرتك. فضل أستاذ محمود. بقول لحضرتك بالنسبة أنا اللي متجوز بقالي 5، أنا مش بتخيلها يعني حاجة وحشة أو حاجة الزوجة. نعم. ولكن زي ما انا قلت لحضرتك كده، زائد بقى الاحلام طبعا كوكتيل مختلف من الاحلام اللي تخلي الواحد يعني جسمه مكسر ومدغدغ واحلام غريبه وغير واقعيه. زائد بقى في حاجه انا عايز اقول لحضرتك عليها. وهي يعني انا بخجل لما باجي اقولها، ولكن عشان اكون صريح مع حضرتك اتفضل حبيبي، بستنهز ان انا اكون قاعد لوحدي، على الرغم ان زوجتي على درجه من الجمال، ولكن بستنهز ان انا اكون قاعد لوحدي عشان امارس العاده السريه. فانا نفسي تعبت يعني، ما رحتش لحد قبل كده، بس تعبت يعني. ممكن احس لما انزل تحت او امشي في الشارع احس ان انا راجل ما فيش مني اتنين. اطلع يعني ما اعرفش يعني حاجات كتير بقى غير الاحلام. واحلم ساعات ان قسيس بيطلع لي جن لابسني، لدرجه ان انا حلمت بحلم غريب جدا، ان حلمت بربنا سبحانه وتعالى. نعم.
طيب. على الرغم ان كله اجمع يعني ان طيب بص يا محمود، بيحلم الحلم ده. انت 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 قلت لي من شويه لما اتصلت قبل كده قلت لي ان انا اصلا ما بصليش صح؟ بحاول ولما بصلي بصلي بخطوة. بص يا حبيب قلبي، انا والله مش متاخر عنك وانا خدامك والله العظيم، بس انا 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 بتكلم في نقطه معينه، ان انا في الوقت دوت اصلا ماليش صله بالله. تمام؟ يعني انا دايما بقول في اي حلقه، الانسان يا جماعه اللي ما نصله بربنا سبحانه وتعالى او مقصر في حق الله سبحانه وتعالى، اول ما يصيبه اي ابتلاء ويذهب لمعالج اشرك بالله، لانه سال العبد قبل الرب، صح ولا لا؟ فانا صح، بس مش قادر اواظب، طب اعمل ايه؟ لازم يكون عندك اراده، لازم يكون عندك عزيمه. انت اقوى من الشيطان، الشيطان لوحده، انت معاك ربنا سبحانه وتعالى، ونعم بالله، صح ولا لا؟ انت عندك عزيمه، عندك اراده، معاك الله سبحانه وتعالى، لازم يكون عندي يقين في الله. اقوم اصلي. انت دلوقتي يعني انت بتشتكي لعبد زي زيك، انا عادي ممكن اقول لك اعمل البرنامج دوت وان شاء الله كلمني الحلقه الجايه، او تعالى لي، او روح لواحد غيري. طب ما هو انا اصلا ليه ما تقولش ان كل اللي انت فيه دوت عشان انت بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى؟ مش ممكن؟ في ناس بتصلي وتسجد لله سبحانه وتعالى وتقول يا رب اديني، وهو اول ما يخرج من المسجد يبص لدي ولدي، وهو ساجد لله سبحانه وتعالى في جيبه علبة السجاير ويقول يا رب. فليه ما تقولش كل ما تحسبه عندك هين فهو عند الله عظيم؟ أنا لازم الأول أتقرب من ربنا سبحانه وتعالى، ألجأ إلى الله سبحانه وتعالى، بعد كده الله سبحانه وتعالى لم يقدر لك الخير أبدأ أخذ بالسبب، لكن أعتمد على السبب شرك بالله. لازم نصيحتي يعني نصيحة من أخو صغير، معلش أنا ربنا يبارك فيك. أنا بس الأول يا جماعة قبل ما نتكلم في موضوع عفاريت ومس وجن والكلام ده، أنا فين من ربنا سبحانه وتعالى؟ صح ولا لأ؟ تمام؟ أنا ما ينفعش أديك حاجات بالقرآن وأنت مالكش صلة برب القرآن، صح؟ أبقى أنا كده بضرك. لما أنا أقول لك تعالى لي أنا أحل لك المشكلة دي، أنا علقت قلبك بعبد زي زيك، لأ، أنا أقول لك إلجأ لله أولاً ثم السبب. ده الكلام ده لو ربنا ما قدرش الخير. لكن حاول اجتهد، خلي عندك إرادة، خلي عندك عزيمة، أنت أقوى من الشيطان. الشيطان كل ما أجي أقول يعني دلوقتي يا أستاذ محمود، أنا لو قعدت دلوقتي وقلت مثلا لأستاذ حسن مثلا المصور، قلت له ده أنا شفت محمود مسك واحد كله علقة، هتلاقي نفسك الجلالة خدتك وفرحان بنفسك. كذلك الشيطان كل ما تيجي تقول الشيطان بيعمل أصله بيخليني ما أصليش، أصله، أنت بتمكن الشيطان منك أكتر، والشيطان والله ولا ليه أي لازمة، احنا اللي بنمكنه مننا والله. فهمنا يا استاذ محمود معايا؟ انت الاتصال انقطع معلش. طيب اتفضلي يا استاذ سعاد. الو، اتفضلي يا استاذ سعاد. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. بعد اذن حضرتك، انا مريضه سرطان بقالي حوالي 7 سنين. الف لا باس. واخدت كيماوي كتير واخدت اشعه كتير وغلطت عند الدكاتره، وفي الاخر قالوا لي ان ممكن يكون معمول لك سحر. هل فعلا بيتعمل سحر بالمرض؟ ممكن، بس انا ما اقدرش احكم على شيء يا استاذ سعاد، انا ما شفتكيش فما اقدرش احكم على شيء واتحاسب عليه فيما بعد. انت في اي اعراض بتشتكي منها؟ انت اكيد سمعتي الاعراض اللي بقولها صح؟ طب علي صوتك، انا مش سامعه. حضرتك سمعتي الاعراض اللي دايما بقولها، اعراض المس والسحر؟ انا 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 مش بحس بحاجه، يعني انا بصلي وبقرا قران وانا منتقبه وبعمل عمره والحمد لله وقريبه من ربنا كويس قوي. تمام. ومش بعمل يعني مش بشوف حاجه او مش بعمل حاجه، بس انا الدكاتره غلبوا، يعني الاسبوع اللي فات الدكتوره قالت لي انا غلطت معاك. مستغربين حالتك يعني؟ مستغربين حالتي تعتبر من النوع النادر. ربنا يعني يعافيك. انا باخد الكيماوي وبيظهر برضه، وبيظهر وانا باخد الكيماوي. وانا غلبت وهم غلبوا لدرجه ان هم وقفوا العلاج معايا بقالي حوالي مثلا 3 اسابيع، وراحوا موقفين قالوا لي لما نشوف هنعمل ايه معاك. طب حاولتي تسمعي الرقيه الشرعيه وتغتسلي بيها وتشربي منها؟ لا، انا بقرا قران على الميه وبشربها بس. تمام. يعني بقرا فاتحه الكتاب على الميه اللي بشربها والمعوذات وبشربها. تمام. بس بيظهر في كل حته. بيظهر في كل مكان. طب اللي ممكن اخد تليفون حضرتك؟ ايه اللي بيظهر يا استاذ سعاد؟ الكانسر. تمام. ممكن اخد تليفونك الشخصي؟ حاضر، تحت امرك. تحت امرك، حاضر. خدي، طب لو حضرتك هتشرفيني اتصلي بالاخت دلوقتي على الرقم اللي على الشاشه وهتقول لك العنوان، تشرفيني ان شاء الله.
ربنا يعافيك يا رب ويعافي كل المسلمين يا رب. والله يا استاذ سعاد انت 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 في نعيم برضه. يعني المرض دوت في ناس كثيره فاكره انه والله احنا احسن من غيرنا كتير. والله ربنا يعافيك يا رب، ربنا يعافيك يا رب. تفضل يا استاذ محمد. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل حبيبي. ازيك يا شيخ احمد؟ الحمد لله. معك محمد ابراهيم. تفضل يا استاذ محمد. اه يا شيخ انا كنت بتعلم عندك يعني وربنا يبارك يعني انت ربنا يرزقك اللي انت عملته معايا. كان نفسي يعني انت تعلمني يعني العلاج وكده. حاضر يا محمد. جزاك الله خير. يا ريت يعني يا شيخ يعني يعني ده يعني واجب مني منك يعني. حاضر يا محمد. ربنا يحفظك يا محمد. انت بس التزم مع الله سبحانه وتعالى فاهمني، والشياطين كلها تخاف منك وهتعمل لك الف حساب كمان. ربنا يرضى عنا وعنك يا محمد يا رب. جزاك الله خيرا. طيب ايمان السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا ايمان. شيخ احمد؟ ايوه ايمان احمد معاك. طب لو سمحت كنت عايزه اقول لحضرتك انا متجوزه لي 5 سنين. انا حملت مرتين يعني بس دايما بسقط يعني من غير سبب. بتسقطي في شهر معين؟ اه في الشهر الثاني. والسبب في سبب طبي؟ نعم. في سبب؟ لا والله ما فيش سبب يعني انا حملت مرتين وحصل فقط وبعدين المره الثالثه عملت حقن مكهري وكده. تمام. ومش عارفه يعني الدكتور كان مستغرب خالص ان حصل فقط يعني وكده. برضو العين نزل يعني بس قبل ما اعمل التحليل الثاني عشان اعرف يعني نسبه الحمل وكده حسيت زي يعني حلمت حلم كده يعني وشفت حسيت زي في نبض كده من تحت. تمام تمام تمام. طيب بس مش عارفه يعني انا كلمت شيخ وكده فقال لي اقراي سوره البقره واقراي يعني بعض الايات كده. اه وقال لي اغتسلي لمده اسبوع. تمام. وشوف اللي كنت تشوفي احلام او كده بس انا لي يومين يعني اغتسلت وكده بس انا مش بشوف اي حاجه. تمام. لكن ما فيش الحمد لله احلام وحشه ولا حاجه. لا انا كنت في الاول باحلم بس دلوقتي لا. يعني كنت في الاول باحلم يعني اعوذ بكلمات الله التامه كنت باحلم دايما بجنب يطاردني. تمام تمام. كده يعني. طيب حاضر. انا ممكن ان شاء الله برضو حضرتك يعني انت في حاليا علاج بتاخديه طبي؟ لا دلوقتي مش باخد اي علاج. طيب ان شاء الله في وصفه. حضرتك عندك نت ولا ما عندكيش؟ عندي ايه؟ في نت عندك؟ مش سامع. في نت عندك؟ عندك نت؟ لا لا ما طيب. عنديش. طيب بصي في وصفه للموضوع ده ان شاء الله. اتصلي بالاخت هي هتمليها لك دلوقتي بخصوص الموضوع دوت. حاجات كده هتعمليها بس انا مش هينفع اقولها على الهواء. تمام. وما تروحيش لحد يعني تاني على الارقام اللي على الشاشه. اه اللي هو 011 ولو مشغول حاولي معاها تاني. تمام خلاص ماشي. وما تروحيش لحد. جزاك الله خيرا. معانا يا استاذ محمود. طب انا هقول يا جماعه المداخلات كلها كانت زي ما انتم شايفين كلها عشان موضوع عدم تاثير الزواج. بخصوص تاثير الزواج كله يحضر ورقه وقلم. هقول برنامج ان شاء الله نعمله والموضوع ده اجتهادي يعني بفضل الله هتجيب نتيجه وهي اجتهاديه يعني مجرد سبب ولكن لابد الاعتقاد في الله واليقين به سبحانه وتعالى. هنقرا سوره طه 3 مرات وانت على طهاره. نقرا سوره طه 3 مرات وانت على طهاره دون ان تتكلمي اثناء القراءه. ويفضل اتحاد الزمان والمكان يعني كل يوم يعتبر في نفس الوقت. سورة طه 3 مرات وأنت على طهارة. ولتفعلي ذلك لمدة 7 أيام متتالية ورا بعض. برضه هنقرأ سورة ياسين 5 مرات في مجلس واحد وأنت على طهارة بشرط برضه ألا تتكلمي أثناء القراءة. الدعاء اللي أنا هذكره دلوقتي في دعاء هنكتبه بزعفران زعفران شرب هنجيبه من عند العطار أو نقرأه على ماء ونشرب منه أو نغتسل به. هقول الدعاء وياريت تكتبه بس ورايا بسرعة. هكتب اللهم إني أسألك اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الذي لا إله إلا أنت
بأنك أنت الذي لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اقضي حاجتي وآنس وحدتي وفرج كربي واجعل لي رفيقا صالحا، واجعل لي رفيقا صالحا كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، فأنت بي بصيرا يا مجيب المضطر إذا دعاك. أحلل عقدتي آمن روعتي يا إلهي، من لي ألجأ إلي؟ إذا لم ألجأ إلي أنت الركن الشديد، أنت الركن الشديد الذي إذا دعي أجاب. هب لي من لدنك زوجا صالحا، هب لي من لدنك زوجا صالحا، واجعل بيننا المودة، واجعل بيننا المودة والرحمة والسكن، فأنت على كل شيء قدير. يا من قلت للشيء كن فيكون، اللهم ألطف بنا في تيسير كل أمر عسير، فإن تيسير العسير عليك يسير، فنسألك التيسير والمعافاة في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. ياريت الكل يكون كتب الدعاء، الدعاء ده نقرأه على ماء نغتسل بيه نشرب منه، ممكن نكتب الدعاء دوت بزعفران على ورقة ونحط الورقة ديت في ماء ونشرب من المية ديت ربع كوباية يوميا قبل النوم. إن شاء الله اللي معرفش يكتب ورايا الدعاء، الحلقة إن شاء الله هتتذاع الإعادة بتاعتها يوم السبت الساعة 10 إن شاء الله صباحا، والموضوع ده إن شاء الله برضه هتكلم فيه يوم الاثنين على قناة الحافظ في الساعة 1:30 إن شاء الله. وأي أخت أي أخ اتصل بي وما جاوبتش عليه فيسامحني لأني وقت الحلقة. فأشكر كل القائمين على هذا البرنامج، صراحة بيتعاون معنا كتير والله من معدين ومخرجين ومصورين، جزاهم الله عنا كل خير. وإن شاء الله لحديثي إليكم بقية في حلقة جديدة وموضوع جديد من برنامجكم الإسبوعي حقائق وأوهام. أحبكم في الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. المس، السحر، الحسن، القرين. اللهم من كان منا مسحورا فأبطل سحره، اللهم أبطل سحر الجنون، اللهم أبطل سحر قلب العقول، أبطل سحر تفريق الأزواج، اللهم غارت النجوم ونامت العيون وأنت حي قيوم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إجادة للإنتاج والنشر والتوزيع تقدم الرقية الشرعية بصوت الشيخ أحمد أبو عمار الراقي المعالج بالقرآن الكريم والسنة النبوية. أخي الحبيب، اعلم أن الله حين ابتلاك بالمس والسحر والحسد ورضيت بقضاء الله وقدره كان ذلك دلالة لحب الله ليطهرك ويمحصك من ذنوبك، ومؤشرا لمحاسبة نفسك، وليذكرك بحقيقة الدنيا الفانية فلا تتمادى فيها، وعليك الأخذ بالأسباب الشرعية لعلاجك. إلى كل من يطلب من الله الرجاء والشفاء، نقدم بين أيديكم الرقية الشرعية مع الدعاء التي وردت في القرآن الكريم والتي علمها الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك بصوت الشيخ أحمد أبو عمار الراقي المعالج بالقرآن الكريم والسنة النبوية. فكن سببا في مساعدة إخوانك ومساعدة الذين لا يجيدون القراءة والكتابة على العمل بهذه الرقية الشرعية، ولتكن لديكم العقيدة الراسخة بأن الله هو النافع وهو الضار وهو الشافي لكل شيء سبحانه، وهذه الرقية مجرد سبب والله المستعان. للحصول على الرقية الشرعية والأدعية والتحصينات من الكتاب والسنة بصوت الشيخ أحمد أبو عمار الراقي المعالج بالقرآن الكريم والسنة النبوية، يرجى الاتصال على 010-366-287 أو 010-366-289 أو 011-273-359 أو 011-274-359. أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا ومن يرعى